أعلنت جمعية الكلمة الطيبة عن الفائزين الخمسة في مبادرة سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة الخليفة لإعداد القادة الشباب، وذلك في احتفالية أقيمت في مركز شباب المحرق النموذجي بحضور راعي الحفل سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير الشؤون الشباب والرياضة. برؤى وأساليب ابتكارية تقدم المشاركون في مبادرة إعداد القادة الشباب في مملكة البحرين بمجموعة من المشاريع تتولى عرض عدد من القضايا التنموية مع الطرق المثلى لمعالجتها بما يتناسب مع أحدث التقنيات. تم من خلال برنامج مدته 4 أشهر تم إعداد الشباب، تمكينهم وتأهيلهم وتدريبهم، وفي النهاية أخذوا الكفايات التدريبية وطبعا خذوا المواد التدريبية والمواد التدريبية اللي بالفعل تأهلهم على أساس يكونون قادة. راجعنا 20 مشروع والمشاريع تتنوع ما شاء الله، وإحنا نفخر أن نقول أن مملكة البحرين عندها هاي النخبة من الشباب اللي هم قادرين أن هم يدفون مثل ما يقولون عجلة التقدم في البحرين مع في ظل المتغيرات اللي قاعدة تصير، أن هم يكونون جاهزين في خوض هذه التجارب في السوق المحلي وحتى في السوق العربي أو العالمي. مسارات متعددة خاضها المشاركون في المسابقة للوصول إلى الهدف المنشود من هذه المبادرة، والتي تركز على فكرة إعداد وتمكين الشباب ومدهم بالمعارف والمهارات القيادية والعمل الريادي التنموي الذي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا في النهوض بالمجتمع في كافة المجالات. مبادرتنا هي عبارة عن حاضنة شبابية، الهدف منها أن نتقدم البرامج والورش للأسر ذوي الدخل المحدود عشان نطور من مهاراتهم، وبعدها نوفر لهم منصة أن يعرضون مشاريعهم يستفيدون منها. الشعار اللي احنا رسينا عليه في نهاية المطاف كلنا احنا 5 في جروبنا used like new، مستخدم كالجديد، يعني شيء مستخدم احنا هو ممكن يكون مصنف من لائحة النفايات اللي قد تلوث البيئة ويكون من الصعب اتلافها وتخلص منها، نحولها الى شيء جاهز للاستخدام بشكل جميل. المشاركون في هذه المبادرة موعودون بالمزيد من الدعم من خلال المعهد العربي للتخطيط بدولة الكويت الشقيقة الذي سيتولى تهيئة المجموعات الخمس الفائزة بمجموعة من البرامج المتطورة بما يتناسب مع فكرة كل مشروع. استطعنا من خلال الأشهر السابقة يعني اللي امتدت فيها العمل في هذه المبادرة من أن نصل إلى 20 مبادرة تنموية يدعمون فيها هؤلاء الشباب مملكة البحرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها ما هو مبادرات بيئية وفي مبادرات أخرى اجتماعية وأخرى اقتصادية، وكانت مجالاتها متنوعة. الحمد لله نجحنا في الارتقاء بمستوياتهم، ارتقاء بفكرهم التنموي، وهذا طبعا سينعكس مستقبلا على القضية التنموية أو العملية التنموية في مملكة البحرين. تأتي هذه المبادرة لتؤكد على حرص سمو الشيخ عيسى بن علي بن خليفة آل خليفة على النهوض بالشباب البحريني في مختلف القطاعات. مبادرة تنموية تعكس الإيمان بالقدرات الإبداعية للشباب البحريني في قيادة مستقبل المملكة نحو آفاق أرحب في كافة المجالات. خلال الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.